اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهز دايري. الاخبار يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. زي ما شفتوا في العنوان، هنعمل انبوكسنج لاخر مشترياتي من ديار، فخليكم معايا. اوكي، دلوقتي هبدا افتح الحاجات ونشوف ايه اللي جواها. نفسي تشموا الريحه اللي انا شمعها حاليا، لان هي بعد ما حطت كل حاجه، او قبل ما تحط ساري، كانت بترش برفيوم على الورق دوت عشان يمسك فيه، عشان لما تفتحوا البوكس تشموا ريحته الجميله. اول حاجه هي البروتك دوت، ده زي فيس واش من ديور. ده انا اخدته لماما لانه لطيف جدا على الوش، بيحارب علامات تقدم السن. المفروض بعد الاستخدام الاول بيرطب البشره كويس جدا فورا، ويعني بيخليها نظيفه وما فيهاش شوائب ابدا. البشره بعد الاستخدام الاول المفروض بتكون نقيه ومنتعشه ومنوره، وبالاستخدام يوم بعد يوم هتحسوا في فرق جدا في البشره. يعني ده على حسب كلام الموظفه نفسها اللي في ديور، وكمان يعني شفت عليه ريفيوز كتير على اليوتيوب، ناس كتير بتمدح فيه وبتقول ان هو فعلا مع الاستخدام الطويل بتحسوا بفرق في بشرتكم، فان شاء الله يكون فعلا كويس. خليني اوريكم حجمها قد ايه. هي 150 ملي. ده بيكون شكله زي ما قلت، هي 150 ملي وهتكفي يعني فترة كويسة لانه حجمه كبير. كمان حطيت لي التو سامبلز دولت من السيرم. السيرم ده مفروض ان هو افضل سيرم بيحارب تقدم علامات السن يعني، والمفروض نستخدمه لمدة 7 ايام، بعدها بتكون البشرة ناعمة ومشدودة ومتجانسة، يعني يكون شكلها هيلثي اكتر، وبعد شهر واحد بتبين نتائج كاملة عليه، يعني بيكون البشرة كلها متوحدة بلون واحد وشكلها صحي اكتر. كمان ادتني التو سامبلز دولت من السوبر بوتينت ريتش كريم، ده كمان كريم للوش. الكريم ده بيلف البشرة براحة وبيغذيها بشكل مكثف من الرطوبة، يعني ملمسه ناعم جدا على البشرة، بيغذي البشرة وبيرطبها من غير ما يسيب ملمس دهني عليها. موجود في زيت اسمه زيت الفاونيا فرنسي، تنشيط البشرة بشكل مكثف فيه. بعد استخدامه المفروض ان البشرة تتمتع بشراقة صحية وشكلها يعني يبين اصغر من العمر فعلا. واهم حاجة عندي ان هو بيرطب وبيسيبش ملمس دهني، لان مامتي كمان بشرتها دهنية زيي. كمان ادتني التستر دوت، المفروض ان ده سيرم كمان بيحارب علامات تقدم السن. التستر ده بنستخدمه لمدة 7 ايام يعني لأسبوع. بيعمل ايه؟ هو المفروض ان هو بيخلي الجلد ريتش، واستخدامه المنتظم بتشوفوا تحول الجلد وملمسه واحساسه للاحسن. وبعد شهر واحد بس المفروض ان العلامات الموجودة في كل البشرة، يعني اي تصبغات موجودة في البشرة، بتروح منه. كمان بيطلع الخلايا الجديدة على سطح الجلد، بيخفي التجاعيد وبتظهر البشرة بشكل شبابي اكتر بعده، بعد الاستخدام المنتظم طبعا. الازازة بتاعته كانت كبيرة قوي، فانا يعني ما حبيتش اجيبه اغامر فيه، قلت اما نجربه الاول ولو عجبها ممكن نبقى نجيب منه الازازة نفسها. دي كانت الست بتاعت ماما، انا هرجعها زي ما كانت، هحاول يعني علشان لما ادعلها تبقى جديدة يعني مفيهاش حاجة. والله اني فنانة، شوفوا رجعتها زي ما كانت بالظبط، يعني مش بالظبط قوي اهو. كده ظبطت. اوكي، تاني حاجه هنفتحها. اوكي، اول حاجه عايزه اوريها لكم هي الشارجل. اخدت الشارجل من بارفان جوي، خليني اوريكم شكل بارفان اصلا. ده هو البارفان جوي، ريحته تجنن، ريحته على ورد، عجبني جدا فاخدت منه الشارجل، قلت اما اجربه يعني شكله اكيد يجنن طبعا بما انه البارفان حلو.
شعر جلد بيجي 200 ملي. اوكي ده بيكون شكل الازازة تبعت الشاور جل. الازازة بتاعتها بلاستيك يعني مش ازاز زي البارفان. زي ما قلت لكم بيجي 200 ملي، ونفسي نفسي تشموا الريحة بجد، لازم تروحوا تشموا ريحته لانه تجنن. بالنسبة لتاني حاجة اخدت البودر ديت للجسم، خليني اوريكم ازاي شكلها من جوه. اوكي هو ده شكلها، بتيجي بريحة ميس ديور بلوم. هي عبارة عن باودر للجسم، اوريدي بيجي معاها السفنجة بتاعتها يعني علشان تعملوا كده وتحطوا. خليني اوريكم ايه الفكرة بتاعتها. انا مش هشيل ديت لانه هيبهدل الدنيا لو شلتها نهائي. اوكي الفكرة انه الباودر كده بتيجي لمعه، شايفين شايفين اللمعة ده غير الريحة طبعا، يعني اذا عايزين لمعة اكتر بتكتر وبودة اكتر. او ماي جاد الريحة بجد، نفسي تشموا الريحة. شوفوا انا طبعا حاطة حبة صغيرين، يعني لو انتوا عايزين اللمعة تبقى كتير ممكن تحطوا اكتر، ده غير ان الريحة اصلا بتاعت البرفان دوت هتبقى موجودة فيها. وكمان اخذت من ديور الليب بالم والليب شوجر سكراب. عبارة عن ليب سكراب او مقشر للشفايف بالسكر، فهيدي ملمس ناعم جدا ومش هيأذي الشفايف لانه كله معمول من مواد طبيعية. كمان اخذت الليب بالم بتاعه، بصراحة كان في خيارات كتيرة قوي من الليب بالم، يعني ما كنتش عارفة اختار اي واحد بالظبط، في الوان كتير، في واحد بيدي يعني مات فينش، في واحد بيدي لون. بالنسبة لدوت بيدي شوية لون، الباقيين كان لونهم خفيف جدا. خليني اوريكم لونه ازاي. عرفتوا اللون الخفيف اللي يعني مدي شوية على وردي بنفسجي غامق. دلوقتي هنشوف الكيس الاخير. كمان اخدت السيت ديت من ديور لايف، هي بتيجي عبارة عن هيدريشن كريم وتونر وسيرم، وبيجي معاها الباوتش ديت. خليني اوريكم شكلهم ازاي والاحجام. اوكي هما كلهم بيجوا في الباوتش الجميلة ديت. الباوتش قماش شكلها لونها ابيض وعلامة كريستين ديور عليها بارزة. طيب دي هي البرودكتس اللي بتيجي جوه. اول حاجة هي الهايدريشن كريم دوت، بيجي الفول سايز اللي هو 50 ملي. تاني حاجة بيجي هو الهايدريشن تونر دوت، المفروض ان احنا نرجه قبل ما نستخدمه. واخيرا السيرم دوت بيجي بحجم 7 ملي، بيكون كده يعني زي نقطة بتنزل وبس كده. حلوين، دي كانت كل حاجة للنهاردة، اتمنى تكون عجبتكم المشتريات اللي جبتها ويكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوني. باي باي.